موروث الإسرائيلي. أعزائي الإسرائيلي يعني الروايات التي دخلت إلينا من أمثال وهب بن منبه وكعب الأحبار وابن تميم، هؤلاء الذي كانوا من اليهود والنصارى والمجوس وكانوا من علمائهم وأسلموا هسه إما ظاهرا وإما ظاهرا وواقعا، فأدخلوا تراثهم، تراثهم أدخلوه أين؟ ها؟ واطمئنوا لا توجد دائرة لم يدخلوا تراثهم فيه، يعني في العقائد أدخلوا تراثهم، في الأخلاق أدخلوا تراثهم، في السلوك، في القصص، في التاريخ، في المعاجز، في كل الدوائر المعرفية كان عندهم تراث ضخم كله أدخلوه بعنوان ماذا؟ ولكن ما قالوا السند، تفتوا لي ما قالوا السند سند يهودي، وإنما السند وضعوا له ماذا؟ عن ابن عباس. ولذا ابن أبو هريرة من أهم تلامذة كعب الأحبار، وكعب الأحبار وأبو هريرة نقلت عنه 5500 رواية لا أقل، في مسند أحمد 3900 رواية، في الكتب الستة 450 رواية. التفتوا لي أعزائي، إذن أبو هريرة اللي هو تلميذ منه، تلميذ كعب الأحبار، طبعا يكون في علمك الخليفة الثاني منع أن يدون الحديث وأن يقال الحديث، ولكن أعطى كرسي للحديث لكعب الأحبار في مسجد رسول الله، كان عنده كرسي مخصص. يعني شلون الآن تدخلون مولانا مسجد أعظم مولانا، هذا مكان درس فلان، في مسجد رسول الله كعب الأحبار كان عنده شنو؟ مكان خاص لإلقاء الحديث.